الخير على حضراتكم مشاهدينا وحلقة جديدة من همزة وصل. زي ما تعودنا ان اي مجهودات بتقوم بها الدولة او اي مشروعات ايجابية دايما هناك مجموعة متخصصة عشان تطلع اي سلبيات او تطلع اي شائعات على هذه المشروعات او هذه الخطوات الايجابية عشان تقود هذه الجهود وكمان تحدث بلبلة. ومن ضمن المشروعات المهمة جدا ان الدولة بتعملها وبشكل حضاري جدا وما فيهاش مجال يكون فيها اي سلبية هي ممشى اهل مصر اللي بتعمله على طول كورنيش نهر النيل من عملية تحديث وتجديد عشان يكون متنزه لكل المصريين ويليق باسم مصر وبوضع مصر وبحضارة مصر. وبالفعل انتشرت في الفترة الأخيرة شائعة عملت بلبلة عند قطاع مهم جدا وهو أهل المراكب أو اللي عندهم مراكب نيلية. الشائعة بتقول إن الحكومة بتوقف حركة المراكب النيلية بنطاق هذا الممشى إلى أجل غير مسمى. طبعا هذا الخبر أثار جدل كبير جدا وطبعا أغضب هذه الفئة الهمة أصحاب المراكب النيلية، ودي طبعا مراكب سياحية مهمة جدا. وبالفعل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تواصل مع وزارة الموارد المائية والري واللي نفت هذه الأنباء تماما وأنه لا صحة لتوقف حركة المراكب النيلية بنطاق مشروع ممشى أهل مصر. وأوضحت الوزارة أن المشروع ليس له أي تأثير سلبي على حركة المراكب النيلية ولكن تستهدف استعادة رونق الكورنيش ومجرى نهر النيل، وده تزامنا مع اتجاه الدولة نحو إزالة التعديات على مجرى النيل الرئيسي وإنشاء ممشى سياحي وترفيهي ومتنزه للمواطنين. تفاصيل كتير طبعا في هذا النفي وهذا الخبر، خلونا نعرفها أكتر مع الأستاذ كمال ريان الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء. أستاذ كمال تحياتي ليك. أستاذ كمال ايوه اهلا بيك. أهلا بحضرتك. يعني طبعا كل يوم مع بعض كده في موضوع الشائعات اللي بتخرج على اي خطوه ايجابيه بتقوم بها الدوله، والنهارده بنتكلم عن اثاره الجدل وغضب والبلبله لدى قطاع كبير جدا وهو المراكب النيليه الموجوده اللي بتعتبر استثمارات مهمه جدا للدوله انها حتى تحافظ عليها. نعم، وبالفعل طبعا اي مشروع بيتم تنفيذه الشائعات بتستهدفه للاسف، وبتكون شائعات لا اساس لها من الصحه. النهارده احنا بنتكلم عن الشائعه اللي البعض حاول يشيرها عبر مواقع التواصل او حتى عبر بعض المواقع الالكترونيه بشان توقف حركه المراكب النيليه في نطاق مشروع ممشى اهل مصر. الحقيقه الشائعه لا اساس لها مطلقا من الصحه. المركز الاعلامي لمجلس الوزراء تواصل مع وزاره الموارد المائيه اللي اكدت ان الموضوع ده لا اساس له من الصحه، بالعكس يعني احنا عندنا مشروع ممشى اهل مصر احد المشروعات المهمه لتطوير كورنيش النيل بهدف استعاده الوجه الحضاري للقاهره، وايضا بهدف ان يكون في زياده في نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والاماكن المفتوحه في المناطق المطله على نهر النيل. الممشى بيتم بناؤه على كورنيش النيل من الجسر 15 مايو حتى امبابه بطول 2 كيلو. الحقيقه هيكون نموذج كمان تجريبي ممكن تطبيقه في المناطق المطله على نهر النيل في مختلف. طب استاذ كمال عشان نكون اكثر دقه، يعني هو النفي لفكره أجل غير مسمى ولا فكرة أن أصلا هيتم وقف العمل أثناء التجديد؟ لا وقف إطلاقا للمراكب، بالعكس المشروع المفترض أنه بيخدم على حركة السياحة الداخلية حتى المواطنين المصريين أو حتى لو سياحة خارجية، وبينشط الحركة بشكل عام لأنه بينقل منطقة الكورنيش النيل لتكون منطقة حضارية منطقة سياحية، وحتى بما يضم من مطاعم ومن جراجات ومن كافتريات ومن مناطق سياحية وثقافية هينشط الحركه، فما فيش توقف اطلاقا. طب بالنسبه بالنسبه للمراكب النيليه الكبيره او المعروفه او اللي ليها تصريح، ولكن هناك ايضا بعض من المراكب العشوائيه اللي ممكن ما يكونش ليها مرسى مخصص او طبعا ليها تصريح، دي هيتم التعامل معاها ازاي؟ دي نقطه مهمه، احنا لما بنتكلم دائما بنتكلم عن المراكب المقننه، احنا لما بنتكلم عن الشيء المقنن، واما وقف المراكب غير المقننه اللي هي ممكن تمثل خطوره ده موضوع مستمر ومرتبط وليس مرتبط بمشروع الممشى، لأنه هو موضوع مستمر. اي حاجه غير مقننه بتتوقف طبعا وبيتم توقفها تماما، انما احنا بنتكلم ان ما فيش وقف اطلاقا، احنا بنتكلم عن المراكب المقننه ما فيش اي توقف لحركه لا حاليا ولا مستقبلا. نعم، بشكرك شكرا جزيلا استاذ كمال ريان الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء. والآن مشاهدينا ننتقل إلى مؤتمر صحفي لأمين عام حلف الناتو بشأن الضربة الروسية للقوات التركية التي تمت في إدلب وأسفرت عن مقتل 33 من الجنود الأتراك. إلى هناك.
الوحيد للتوصل إلى سلام دائم ومستدام للصراع في أفغانستان هو عبر عملية أفغانية ومفاوضات أفغانية بقيادة أفغانية ويملكها الأفغان. وهذه هي الخطوة التالية. والطريق أمام السلام سيكون طويلا وصعبا وسيكون هناك نكسات، إلا أن هناك أيضا مخاطر بأن يكون هناك مخربون لهذه العملية، إلا أن هناك أطراف لديهم التزام تجاه السلام، ونحن ندعم قوات الأمن الأفغانية وندربهم ونولهم. وهي رسالتنا الواضحة لطالبان أنهم لن ينتصروا على ساحة المعركة، بل ندعوهم للجلوس على مائدة التفاوض وأن يقدموا تنازلات من أجل التسوية. هذه أفضل الطرق للتوصل إلى حل عبر التفاوض للأزمة في أفغانستان. وأود أن أشيد بالقوات الأمنية في أفغانستان، أحرزوا تقدم كبيرا ولكنهم الآن أصبحوا على الخطوط الأولى ويوفرون الأمن بلادهم، وسنواصل الدعم لهم، وهي أفضل الطرق لدعم هذا الحل السلمي. شكرا لكم، وبهذا نأتي إلى ختام هذا المؤتمر. طيب، رجعنا لحضراتكم مرة تانية ونكمل باقي فقرات حلقتنا اليوم من همزة وصل. تكلمنا وشفنا الشائعة اللي انتشرت، وسمعنا كمان النفي ورد الدولة أو رد الحكومة على هذه الشائعة. خلونا نروح نشوف أكتر ترند موجود في الأيام السابقة على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة على موقع تويتر، وهنروح فيه للزميلة آلاء حامد عشان تستعرضه لنا. ومساء الخير آلاء. مساء الخير ميرفت، وشكرا ليكي، وايضا مساء الخير مشاهدينا. والفقره اللي بنستعرض فيها ابرز الهاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعي، تحديدا بنتكلم على موقع التغريدات القصيره موقع تويتر. ويعني طبعا النهارده بيفرض نفسه موضوع الحقيقه رياضي، وهي مباراه الزمالك والترجي التونسي في دوري ابطال افريقيا في ذهاب الربع نهائي دوري ابطال افريقيا، والتوقعات لهذه المباراه اليوم، وتصريحات ايضا خاصه لمدرب او المدير الفني لفريق الترجي التونسي، ان هو طبعا بيأمل كثيرا انه يحقق نتيجه كويسه بالنسبه له بالنسبه للترجي التونسي في هذه المباراه، لتعويض طبعا خسارته القريبه امام الزمالك ايضا في كأس السوبر الافريقي. خلينا ناخد تفاصيل اكثر عن التوقعات لمباراه اليوم. معانا الناقد الرياضي استاذ محمد جمال. استاذ محمد، بعد التحيه، شايف مباراه النهارده ازاي؟ اهلا بحضرتك. طبعا هي مباراه تكون قويه جدا، مباراه تكون صعبه على الفريقين، مش على نادي الزمالك ولا نادي الترجي بس، ممكن بس تكون فرص نادي الزمالك النهارده اكبر، خاصه المباراه في مصر وبحضور جماهيري في استاد القاهره. بقاله كتير جدا الزمالك ما لعبش على استاد القاهره بوجود جمهور، فطبعا كلنا بنتمنى توفيق نادي الزمالك، لكن النهارده كمباراه تكون مباراه قويه جدا. نادي الترجي التونسي عنده دوافع طبعا، لانه خسر السوبر الافريقي قدام نادي الزمالك يوم 14 فبراير، بينما نادي الزمالك عنده برضه دوافع كبيره جدا. نادي الزمالك قدم شهر فبراير نجاحات كبيره جدا تحت قياده باتريس كاتيرون المدير الفني الفرنسي للفريق، فاز ببطوله السوبر الافريقي على الترجي يوم 14، ثم فوزه ب 20 السوبر المصري على النادي الاهلي، فحقق نجاحات كبيره جدا وبطولتين في ظرف شهر. فطبعا بالنسبه له مباراه الترجي في بطوله دوري ابطال افريقيا في دور الثمانيه مباراه ذهاب واياب، المباراه بتتقسم. امبارح طبعا الكابتن مجدي تراوري المدرب العام لنادي الترجي التونسي كان بيتكلم على اصابه ماتش الزمالك، وقال ان هو طبعا دوافع كبيره لتعويض خساره السوبر، وكان بيتكلم ان المباراه هتكون صعبه على الفريقين، مش على الزمالك بس ولا على الترجي بس، وقال طبعا ان هم بيحاولوا دايما ينسوا ماتش السوبر، بينما مثلا باتريس كارتيرون كان بيتكلم ان هو خلاص اللي خلص خلص والماتشين خلصوا خلاص بتوع السوبر الافريقي والسوبر المصري، ودلوقتي هو تركيزه على طول دوري ابطال افريقيا. طبعا الزمالك تركيزه الكبير السنه دي على بطوله دوري ابطال افريقيا مش على بطوله الدوري المصري، خاصه ان الفريق وصل بينه وبين النادي الاهلي 18 او 20 نقطه في بطوله الدوري. فالهدف الرئيسي لنادي الزمالك السنه دي هو بطوله دوري ابطال افريقيا، وان هو يعدي يعني نادي الترجي التونسي. الاهلي كمان عنده مباريات صعبه زي صن داونز، الفريقين المصريين عندهم مباريات صعبه، ولكن استاد القاهره ووجود جمهور اعتقد فرص الزمالك هتكون كبيره. فرص الزمالك النهارده هي بس مفيش غيابات كتيره خالص غير يوسف اوباما. هل ده هيأثر استاذ محمد، هيأثر على المباراه النهارده؟ يعني غياب يوسف اوباما هيكون ليه تأثير على مباراه النهارده؟
هو امبارح طبعا باتريس كارتونيه اتكلم قال ان اصابته هتغير طريقه اللعب، فطبيعي جدا يوسف بقاله فتره متالق مع نادي الزمالك وعنصر مهم جدا، هو اللي بيلعب يعني زي رقم 10 في الفريق، لكن انا اتوقع ان هو هتبقى ابو جبل المتالق، حازم امام، محمد عبد الشافي، محمود حمد الونش، ومحمود علاء، دول الثابتين، راح فرجاني وطارق دول برضه ثابتين، اعتقد اللي هيعوض مكان يوسف نظام هيبقى محمد اونجم، اشرف بن شرقه هيلعب مكان يوسف، وموجود كمان هيبقى موجود احمد سيد زيزو، هيبقى مصطفى محمد، اعتقد الزمالك مش هيتاثر بالشكل الكبير، خاصه برضه ان اشرف بن شرقه بيجيد المكان دوت، وبيقدر ان هو يلعب رقم 10 وبيقدر يوصل الهجوم، بخلاف كمان برضه ان ممكن النهارده نشوف دور اكبر لاونجم، خاصه ان اوباما مش هيلعب، لكن اوباما في مباراه الاياب هيكون مهم جدا لنادي الزمالك، خاصه ان اوباما بيقدر ينقل الكوره من دفاع الهجوم، ومباراه الزمالك في رادس هتكون طبعا صعبه، فعلى الزمالك النهارده ان هو ما يستقبلش اهداف في ملعبه، لان المباراه الجايه مباراه اياب، فالزمالك عليه ان هو يفوز بنتيجه مريحه او على الاقل ما يستقبلش اي اهداف في القاهره. بنشكرك جدا استاذ محمد جمال الناقد الرياضي، وطبعا كل تمنياتنا بالتوفيق والفوز لنادي الزمالك، بيمثل مصر طبعا في هذه البطوله الافريقيه دوري ابطال افريقيا. مشاهدينا مستمرين معاكم على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي المره القادمه هنكون على صفحه البرنامج على الفيسبوك، نتعرف على ارائكم وتعليقاتكم عن موضوع حلقه النهارده من همزه وسط اللي هنطرحه بالتفصيل مع ميرفت المليجي دلوقتي. اليك ميرفت. شكرا لك آلاء، وكل التوفيق بالطبع لنادي الزمالك اليوم في مباراته. وهنروح لموضوعنا الأساسي النهاردة في حلقتنا، كلنا طبعا عارفين أن الدولة في الفترة الأخيرة بتقوم بعمليات لتشجيع المنتج المحلي بشكل كبير، مبادرات رفض بعض القيود الجمركية عشان تقلل عملية الاستيراد من الخارج والضغط على العملة، وتشجيع كمان المنتج المحلي بشكل كبير، مبادرات كتيرة جدا يمكن غطيناها مع حضراتكم هنا في البرنامج. النهاردة مبادرة جديدة أطلقتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، هدف الأساسي هو تشجيع المنتج المحلي، توفير السلع بأسعار تنافسية جدا للمواطنين، وكمان متابعة الجودة هذه المنتجات، وأنها تكون فرصة لتشجيع المنتج المحلي. هنتكلم في هذه المبادرة وكل ما يتعلق بها، وإزاي حضراتكم تستفيدوا منها، خاصة أنها تبدأ من بداية مارس المقبل إن شاء الله. والمبادرة شجع منتج بلدك، وده هيكون سؤال حلقة النهاردة، كيف تسهم المبادرة الرئاسية لتشجيع شراء المنتج المحلي في تنشيط الحركة السوق؟ طبعا ننتظر مشاركات حضراتكم معانا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لبرنامجنا، وبالطبع على صفحتنا على الفيسبوك على همزة وصل إي جي. خلونا قبل ما نبدأ مع ضيوفي نروح نشوف هذا التقرير ونرجع مع حضراتكم سريعا. نبدأ. لتفعيل المبادرة الرئاسية التي تهدف إلى تشجيع شراء المنتج المحلي، عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماعا مع عدد من الوزراء والمسؤولين لمتابعة الخطوات المطلوبة حتى يتم تنفيذ المبادرة. وأكد رئيس الوزراء ضرورة الإسراع بتنفيذ هذه المبادرة الرئاسية لإطلاقها خلال فترة وجيزة، مشددا على أن الرئيس السيسي يحرص على متابعتها، حيث يوجد مقترح لتجهيز موقع إلكتروني خاص بالمبادرة إلى جانب إعداد خطة لتنظيم معرض مركزي في القاهرة ومعارض أخرى بالمحافظات لتسويق السلع والمنتجات التي تشارك بالمبادرة. وخلال الاجتماع تم الإعلان عن أهم محاور المبادرة التي ترتكز على تحديد قائمة بالسلع والمنافذ التي سوف تشارك في المبادرة إلى جانب التمويل والتسويق والحوكمة. المبادرة الرئاسية تستهدف دعم المواطنين وتشجيع المنتج الوطني إلى جانب تحريك السوق والمبيعات، وأيضا تستهدف دعم الاقتصاد المصري وتنميته خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة وجودة عالية. طيب دي كانت بعض المعلومات عن المبادرة، هنلقي الضوء أكتر عن تفاصيلها وإزاي هيتم تطبيقها والسلع اللي داخلة فيها كل ما يتعلق بيها من خلال حديثي مع ضيوفي معايا عبر الهاتف، الدكتور وائل النحاس المستشار الاقتصادي، وأيضا أستاذ عبد الناصر محمد مدير تحرير جريدة الاقتصادية. وهنبدأ بالدكتور وائل. دكتور وائل تحياتي ليك. تحياتي ليك وتحياتي للساده المشاهدين. اهلا بيك. اولا يعني المبادره بتختص منتجات معينه ولا بتتضمن كل المنتجات المصريه بكل انواعها؟ بالفعل تقريبا حرص من الحكومه على مصلحه المستثمر وحرص من الحكومه على مصلحه المواطن المصري
وانتشال حالة تجارية وحالة التبادل التجاري في السوق المصري من حالة الركود اللي بيعاني منه زيه زي الأسواق العالمية بالكامل. الدولة المصرية تتبنى بالفعل النهاردة تشجيع المنتج المصري، عشان لو شجعنا المنتج المصري في حملية الشراء بالنسبة للمواطن نقدر ان احنا نحرك المياه الراكدة داخل هذا السوق، ثم معاودة الانتاج مرة اخرى عشان نقدر ان احنا نقول على الاقل هناك تشغيل بطالة، هناك بالفعل اضافة للناتج المحلي بتاعنا، هناك قيمة مضافة وما شابه ذلك. فبالفعل الحكومة بالفعل استجابت لصراخ او نداء بعض المستثمرين او بعض التجار او حتى بعض بائع في المحلات التجارية. هناك أكثر من فكرة، هناك أن يكون بالفعل في موقع إلكتروني تحت رعاية الدولة المصرية يتم طرح فيه كافة المنتجات ما تم صنعه داخل الدولة المصرية، وإحنا عارفين تقريبا معظم الميزان التجاري بتاعنا وبالأخص في الواردات المصرية 78% من إجمالي الواردات المصرية هي مكونات بالفعل الإنتاج، يعني إحنا بنتكلم كل 78% من اللي بنستورده من بره هي مواد بتخش في عملية التصنيع داخل السوق المصري، فبالتالي المنتج المصري النهاردة مكوناته جاية لي من الخارج بنسبة 78%، فبالتالي جودة المنتج النهاردة أو سعر المنتج تترتب على التاجر أو المصنع اللي هو بيحكي. فعشان كده بنتكلم النهارده ان الدوله تبنت كل ما هو بالفعل منتج مصري او كل ما هو بالفعل تم صنعه في مصر داخل هذا الموقع، بخلاف ان هناك بالفعل انشاء بعض الاسواق بعض المراكز التجاريه اللي هو تحت ايضا رعايه الدوله. يعني احنا بنتكلم النهارده ان الدوله بالفعل عامله ميكروسكوب لكافه التجار وكل ما هو تم صنعه في مصر ان هو تحت اشراف الدوله، مش اشراف الدوله بس في توفير الاماكن او مراكز او حتى الاسواق الالكترونيه وما شابه ذلك، لا كمان رعايه في نوع من انواع التمويل انها بتتيح بالفعل التمويل النهارده سواء للتاجر او المصنع او حتى بالنسبه للمستهلك. يعني احنا بنتكلم رعايه كامله متكامله، جوده المنتج، المنتج المصنع بفينش قوي او عمليه المنتج النهائي قادر ان هو ينافس سعر مناسب للمواطن المصري، بخلاف ان احنا نقدر نمول المواطن المصري. ارجو بس ان الدوله ترجع بالذاكره بالفعل لفتره السبعينات في وجود الرئيس مصباح الانور السادات، هناك كان فعلا مشروع مشابه اسمه الكساء الشعبي في بدايه تقريبا السبعينات في وجود الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، كان هناك مشروع ايضا وهو مشروع مراكز الخدمه للعاملين في قطاعات الدوله، كان فيه بالفعل مثلا الصحافه كان جراش الجمهوريه او حتى بالاخبار وما شابه ذلك، وايضا العاملين داخل الجهات الحكوميه بما فيهم حتى التلفزيون المصري، كان في اسواق خاصه بهم سواء سلع غذائيه او حتى بالنسبه لهم كملابس ومستلزمات داخل البيت المصري من منتجات استهلاكيه ومشابه ذلك. فاحنا بنتكلم النهارده الدوله هنا عشان تقدر تتبنى الفكره كلها، بالفعل البضاعه موجوده داخل الاسواق، ولكن التنشيط المطلوب من النهارده من الدوله هي عمليه تمويل المواطن، تمويل المشتري عشان نقدر ان احنا ننتشل بالفعل. بمعنى ايه تمويل المشتري؟ هي دي الحته اللي احنا بنتكلم عليها، يعني عارفين دلوقتي ان تقريبا معظم موظفين الدوله او اصحاب المعاشات عددهم يتفوق فوق تقريبا حوالي ال 20 مليون. الارقام بتاعتهم ارقام كبيره جدا، احنا بنتكلم ميزانيه بس للعاملين داخل الدوله 305 مليار جنيه، بخلاف المعاشات تقريبا حوالي 160 مليار، يعني احنا بنتكلم في حزمه تقريبا نص تريليون جنيه. لو قدرنا ان احنا نفتح الليمت بتاع المرتب او المعاش ان هو هنديله شهر اجل بس ويقدر يسدده في اي وقت، يبقى انا النهارده زودت من القوه الشرائيه بالنسبه للمواطن سواء عامل في الدوله او اذا كان صاحب معاش، هنقدر نزود القوه الشرائيه النهارده. بخلاف حاجه ثانيه، لو فتحنا النهارده المنظومه اللي هي بطاقه التموين اللي هي ال 50 جنيه بحد اقصى 200 جنيه لكل مواطن، لو فتحناها طول السنه ده من الرقم ده موجود داخل الموازنه المصريه برقم حوالي تقريبا 88 مليار، لو قدرنا نفتح الرقم ده يبقى مفتوح ايضا الرقم بكامل السنه اللي حامل هذه البطاقه يقدر يسحب بيه منتجات، هنقدر نحرك بالفعل النهارده الاسواق بالكامل. يعني الارقام احنا مش محتاجين نمول، الدوله مش محتاجه، لا الارقام موجوده داخل الموازنه بتاعت الدوله المصريه بالنسبه اللي هو تمويل او الدعم وشبه ذلك. طب هو فكره حتى تمويل الموظفين خاصه، يعني هو مش ده مش بالفعل قائم اي موظف يقدر يحصل على قرض على وبيكون كمان بتسهيلات بضمان مرتبه او بضمان وظيفته؟ شفت حضرتك هنا احنا بنتكلم ان في اجراءات هتاخديها، في خطوات النهارده هتاخديها، يعني محتاجه تتم الاستماره، محتاجه تاخد الموافقه وما شابه ذلك. لا احنا بنتكلم النهارده هخلي الاي تي ام بتاعك اللي تقبضي بيه يبقى يعمل بمثابه الكريدت كارد، يبقى كارت ائتمان اقدر اتامن او اديله مهله سداد بالفعل. افتح السماح بتاعه انا كده كده حضرتك هتقبض من عندي تمام، وانا كده كده اللي بمول النهارده الكارت ده، اقدر النهارده في اول خطوه اقدر اخصم المستحقات دي كلها. فاحنا بنتكلم النهارده انا مش عايز اقول والله عشان ازود نسبه القروض الشخصيه لان ارقامها بقى يخط حوالي اجمالي القروض اللي خارجه من قطاع المصرف تريليون 360 مليار، رقم كبير. والفوائد كمان بالفعل انا النهارده لا انا هسمح النهارده للمواطن المصري ده حد السحب بتاعه، انا مش هديله ائتمان، لا الارقام دي موجوده داخل الموازنه المصريه، موجوده داخل انا كدوله. يعني احنا لما الدوله بتيجي تحط 305 مليار او 310 مليار بتحطهم في الموازنه مره واحده، انا هفتح لك حد السحب بتاعك سنه شهر واحد فقط لغير، يعني انا هرحل لك دي طبعا مقترحات
هائلة طبعا ان هي يتم طرحها، وطبعا الدولة لو اكيد بيتم الاستماع لهذه المقترحات وبيشوف ممكن امكانية دراستها بشكل كبير. هستاذن حضرتك تبقى معي وهرجع لحضرتك بالطبع مرة تانية دكتور وائل. هروح للاستاذ عبد الناصر محمد مدير تحرير جريدة الاقتصادية. استاذ عبد الناصر تحياتي ليك. أهلا بحضرتك. يعني طبعا احنا بنتكلم عن مبادرات كثيرة جدا الدولة بتطلقها بهدف تنشيط التجارة الداخلية، وكمان ان المواطن يكون عنده فرصة ان هو يحصل على السلع بشكل جيد، وبنتكلم دايما على عنصر الجودة. حضرتك شايف هذه المبادرات زي المبادرة اللي احنا بنتكلم عنها النهاردة ازاي هتسهم بالفعل في تشجيع المنتج المحلي؟ وعايزين اعرف هل هي عشان مبادرة فهي مرتبطة بمدة معينة ستنتهي فيها؟ هو حضرتك يعني هي المبادرة المفترض ان هي مبادرة مستمرة، يعني ملهاش فترة مؤقتة وتنتهي يعني. لكن هو احنا يعني اهم حاجة ان احنا علشان ننفذ مبادرة جيدة بالشكل ده وتحقق نجاحات كبيرة زي ما كلنا بنأمل ده من زمان، زي ما قال الدكتور وائل يعني من خلال يعني فترة السبعينات وما بعدها حتى الآن، واحنا بنطلق العديد من المبادرات. فهو يجب اولا ان احنا نشجع الصناعة عشان تقدر تعمل لنا منتج جيد يجذبني ويجذب جميع المستهلكين ويشجعنا على ان احنا نشتري المحل كامل. وعلشان ان احنا نشجع الصناعه ده لابد من ازاله جميع الافلام والعقبات اللي هي موجوده في طريقها. يعني برضو يبقى ايه، يبقى اشجعها هي كمان علشان ايه، تخرج لي بمنتج جيد يبقى فيه اقبال عليه. لان النهارده برضو المواطن المصري بيقارن ما بين المنتجات الاجنبيه اللي هي متغرقه السوق وما بين المنتج المحلي، بيبقى طبعا في فرق زي ما حضرتك قلت كده بالنسبه للجوده، في فرق طبعا بالنسبه للاسعار. فاحنا عايزين نشجع الصناعه اولا، ثم ان احنا ان شاء الله يعني ايه نعتمد على طيب يعني اي المشاهد دلوقتي يعني ممكن اول سؤال يطرح لي انه الاقيها فين المبادره؟ يعني انا كمواطنه عايزه استفيد من هذه المبادره الرئاسيه واللي اطلقتها وزاره التضامن، يعني هروح المحلات هلاقي في شعار معين ان المحل ده داخل في هذه المبادره، في اماكن معينه مختصه لهذه المنتجات التابعه للمبادره، يعني ازاي المواطن يقدر يستفيد من هذه المبادره؟ ما هو حقيقة ان احنا المفترض ان المواطن بيشعر بهذه الاستفاده من خلال تعاملاته التجاريه بشكل عام. فهي مش هتبقى يعني في اسواق محتكره هذه المبادره، لا، هو المفترض ان هو يلمسها على جميع المنتجات المحليه المطروحه في السوق، سواء كانت منتجات البان او ملابس او غيره من المنتجات المختلفه. فعشان كده زي ما بقول لحضرتك ان احنا لازم يكون هناك دور في الشركات الوطنية. احنا عندنا شركات يعني قرابة 156 شركة في مختلف قطاعات الانتاج، بالاضافة ان في شركات زراعية ايضا. كل ده حاليا بيتم طرح هذه المنتجات في السوق، ولكنها يعني بتبقى باسعار مبالغ فيها، والمبالغة بتيجي لعدة اسباب. ان انا في الاساس يعني الاقي ان هي الصناعة والزراعة مكبلة بالعديد من القيود الحكومية اللي بتخليها ما تقدرش في النهاية ان هي تطلع لنا منتج جيد بسعر معقول يشجع المستثمر، يشجع المستهلك المحلي على ان هو يقبل عليها زي ما بيقبل على السلع المستورده. طيب يا فندم، هو ايه اللي هيبدا بدايه مارس؟ نعم يا فندم، ايه اللي هيبدا بدايه مارس؟ يعني المفروض الاعلان ان في هذه المبادره هتبدا من بدايه مارس، يعني انا كمواطن هبدا احس بفرق في ايه في بدايه مارس عشان اعرف المبادره دي تم تفعيلها على ارض الواقع؟ هو بالفعل حضرتك ان شاء الله يعني خلال الساعات القادمه دي، يعني المفترض ان هو طبعا الغرف التجاريه كانت مشاركه في هذه المبادره، وطبعا هي طبعا يعني بتحاول بقدر الامكان بتبين ان هي يعني ايه ما يبقاش في مبالغه في الاسعار. فاعتقد ان هو هناك اتفاق غير معلن على ان هو يبقى سعر الربح بالنسبه للتاجر ما يبقاش مرتفع او مبالغ فيه، بحيث ان انا كمستهلك ان انا اشعر بحدوث تغير ما بين مبادره او ما قبل المبادره وما بعد. نعم، هسنح تبقى معي أستاذ عبد الناصر واروح مرة أخرى للدكتور وائل. دكتور وائل، يعني كلنا نعلم أن في هذه الفترة الأسواق الصينية بسبب انتشار فيروس كورونا متوقفة، ما فيش عملية استيراد كتير، ما فيش اعتماد بشكل كبير على المنتج الصيني. إزاي الدولة تستغل هذه الفرصة للإعلان عن نفسها كمنتج محلي قادر على المنافسة في ظل عزوف أو تراجع المنتج الصيني؟
سؤال حضرتك وشرح الوافر ده جميل جدا، ولازم نضيف له برضو حاجة مهمة جدا. نخلي بالنا ان العالم كله في الايام الاخيرة تقريبا اسواق العالم بالكامل المالية او اسواق العالم التجارية بتهتز انخفاضات شديدة جدا بسبب موضوع فيروس كورونا. نعم. عندنا انخفاضات في اسواق المال العالمية، انخفاضات توصل تقريبا حوالي 25-30%. عندنا في مصانع بتفلس، عندنا في شركات توقفت، عندنا شركات طيران تأثرت. كل العالم بكامل تأثر بالسلب بموضوع فيروس كورونا، سواء اتصدر من الصين او حتى انتشر في العالم بالكامل. ونتمنى للجميع السلام. بنتكلم النهارده ان العالم كان بيخطط بالفعل ان 2023 هناك منتجات جديده تماما يختلف عن كل ما هو موجود داخل الاسواق حاليا. فعشان كده تعظيما للمبادره دي اللي احنا بنتكلم عليها، نخلي بالنا ان العالم هيحاول هيعمل تخفيضات شديده الفتره اللي جايه دي. ممكن تخفيضاته دي تكون منافسه لاسعار منتجاتنا المصريه بجوده عاليه، تمام؟ واسعار يعني مش عايزين نقول حضرتك يعني ممكن تبقى تصل تقريبا حوالي 50% من الاسعار الحاليه. فبالتالي المبادره عشان تكون كامله ومتكامله ونقدر نستفيد ما يحصل في العالم بالكامل، لازم احط النهارده خريطه. طب معلش سؤال، يعني هو حضرتك بتقول ان ده هيتم هتنخفض المنتجات العالميه بنسبه 50%، اسباب ان الدول تلجا لهذا الانخفاض مش هي نفسها الاسباب اللي هتطبق في مصر او هتدفع مصر هي كمان انها تخفض؟ يعني هل الدول دي هتخسر عشان تخفض التكلفه 50%، ولا هي المنتج او انتاج المنتج نفسه هينخفض؟ سؤال حضرتك اجمل برضه. حضرتك العالم بنتكلم النهارده في حاله ركود عالميه بالكامل، عايزين يتخلصوا من كل المخزونات. ليه؟ لو جينا على سبيل المثال مثلا جهاز تلفزيون النهارده شغال بتكنولوجيا معينه، بعد 2023 هشتغل بتكنولوجيا فائقه عن الموجوده حاليا، فبالتالي وجوده النهارده وتكلفه راس المال المجمد تكلفته عاليه جدا بالنسبه للمصانع العالميه، فبالتالي هيتخلص منه النهارده ويعوض مره اخرى التكلفه دي بالمنتج الجديد اللي هو هيختلف تماما بكل انواع التشكيل والصوره والرؤيه وما شابه ذلك. على سبيل المثال وقيس عليها كافه المنتجات دي ما فيهم حتى صناعه الملابس، السلع الراسماليه نفسها المعدات، ممكن يبقى عندك النهارده معده ثمنها مثلا مليار جنيه بتعمل لها تقريبا 1000 جاكيت، ال 1000 جاكيت ده ثمنه 100 جنيه بتشغل مثلا 1000 عامل. بعد 2023 المعده دي هيبقى ثمنها 250000 جنيه بتصنع 5000 جاكيت. معلش انا اسف المقاطعه، ما هو اللي قال ان في 2023 في تغير، ما هم نفسهم الدول المصابه حاليا اللي منهكه حاليا اللي ما عندهاش وقت انها تطبق اللي قالته في 2023، فهي نفسها الدول نفسها اللي هتحرق البضاعه بتاعتها دي او السلع بتاعتها. الحرب دي استفادت منها دول كبيره جدا، الفيروس كله على مستوى العالم اعداده يعني مش كبيره بالرقم ده، ولكن في خريطه محطوطه من زمان. حضرتك تفتكري اتفاقيه الجاد اللي هي بتاعه الجمارك ده عشان يخلصوا المخزون الكامل بتاع السيارات خلال فتره اتفاقيه التجاره الحره دي كلها، عشان بعد كده 2035 ما فيش عربيه هتمشي في اوروبا او امريكا شغاله بنزين او اي منتج اخر غير الكهرباء. يعني معنى كده مطلوب مثلا في انجلترا 100 كل سنه مليون عربيه، هصنعهم امتى وفين؟ كل سنه لغايه سنه 2035، ويقيس عليها كافه المنتجات اللي احنا بنتكلم عليها. عشان كده بنتكلم المبادره دي عشان تنجح لازم اخلص الشارع المصري من المخزون المصري مبدئيا، تمام؟ نقدر نحرك الاسواق ونخلص المخزون المصري بالمواصفات دي مع الدوله انها تحط مواصفات جديده تتواكب مع الاستراتيجيه الجديده. ايوه، والا هنبقى مقبره للغزو من الخارج في بعض المنتجات والسلع. عايزه اضيف حاجه مهمه جدا، سريعا بعد الازمه الماليه العالميه في 2008 وتاثرت احدى شركات السيارات الكبرى داخل الولايات المتحده الامريكيه، جه الرئيس الامريكي قال انا مش هساعد الشركه الكبيره دي الا في حاله واحده بس، تخفض لي استخدام الوقود بدل ما هي بتعمل حوالي 20 لتر في ال 100 كيلو الى 5 لتر في ال 100 كيلو. بالفعل النهارده الشركه العالميه دي خفضت استخدام الوقود في ال 100 كيلو ل 5 لتر، وساعدتها امريكا انها تبتدي تمولها وتساعدها تشيلها من الازمه اللي هي كانت موجوده فيها. احنا عايزين نبقى نفس القصه دي، الدوله تشرط مواصفات عالميه عشان تقدر تجتاز الفتره اللي جايه السباق العالمي وتدخل في السباق وعلى في التنافس مع الخطط العالميه للتطور الكبير اللي حضرتك ذكرته والمنافسه عالميا. بشكرك شكرا جزيلا دكتور وائل النحاس المستشار الاقتصادي، شكرا جزيلا يا فندم. هنروح مره اخيره للاستاذ عبد الناصر. استاذ عبد الناصر، يعني هذه المبادره المفترض ان احنا هنلمسها في الفتره القادمه، ازاي مساعي الدوله انها الخطوات اللي تتخذها عشان المواطن يشعر؟ يعني شفنا مبادره لمساعده المصانع المتعثره بالفعل وقد ايه كان ليها صدى ايجابي لدى كل اهل الصناعه، ايه تاني ممكن الدوله تقدمه الفتره الجايه عشان نستغل هذه الفرصه؟ هو التاكيد يا فندم احنا يعني التاكيد على نهضه الشركات الوطنيه، يعني كان برضه يعني من استئثار المبادرات اللي احنا بنسعى في الوقت الحالي او نامل اللي هي تتحقق بالفعل هي انشاء مصانع جديده تستوعب عماله من جانب، ومن جانب ثاني يبقى في قدره على الانتاج المحلي بشكل جيد بما يساعد على تنوع المنتجات المختلفه
موجوده في السوق بالفعل من منتجات محليه، بما يساعد على ان هيوفر لي في النهايه طبعا يعني عمله صعبه، هيوفر لي طبعا ان انا هتوقف في جانب كبير، هعتمد على نفسي في جانب كبير برضو، ان انا يعني بقدر الامكان هيبقى في عندي رواج بالنسبه للمنتج المحلي. فاعتقد ان هو يعني مطلوب قوي ان احنا يعني نضخ استثمارات جديده، خصوصا ان احنا عندنا في البنوك قرابه 3 تريليون جنيه ودايع موجوده ومتراكمه مبالغ ضخمه جدا في البنوك. ولكن الفايده ما زالت يعني لاعاده النظر في الفايده على الاقراض برضو ما زالت محتاجه اعاده نظر مره ثانيه لتشجيع المعوقات. ولكن انا عايز اضخ استثمارات جديده بقى في الشركات الوطنيه اللي هي يعني انا على ايمان ويقين تام بان هي ان شاء الله يعني هتلعب دور كبير جدا في هذه المبادره بالطبع من خلال منتجات محليه بسعر جيد. بالطبع بشكرك، شكرا جزيلا استاذ عبد الناصر محمد مدير تحليلات الاقتصاديه، شكرا جزيلا لحضرتك. وخلونا نروح نشوف آراء حضراتكم جات لنا على صفحة البرنامج، وهنروح مرة تانية لزميلة آلاء حامد. إليك يا آلاء. شكرا ميرفت، وأهلا بكم مشاهدينا مرة أخرى. مجموعة من التعليقات والآراء التي تشيد كثيرا بهذه المبادرة وتؤكد على ضرورة دعم المنتج المحلي في الفترة القادمة، ولكن مع بعض الملاحظات لتحسين جودة المنتج ليستطيع أن ينافس بقوة في الأسواق العالمية. أيمن رمضان له تعليق يقول فيه: بكل فخر صنع في مصر. نعم لمبادرة الرئاسة لتشجيع شراء المنتجات المحلية ذات الصناعة المصرية وتنشيط السوق المصري وزيادة الإنتاج والحد من الاستيراد للمنتجات المحلية، من بعدها يأتي التصدير بعد تشبع السوق المصري بالمنتجات المحلية بكافة أنواعها، زراعة صناعة في كافة أراضي ومحافظات الجمهورية. ننتقل إلى تعليق آخر أيضا ومشاركة عبر صفحة البرنامج. أيمن رمضان بيقول: أكيد يسهم دعم مبادرة الرئاسة من خلال تعليمات مباشرة من قيادة الوطن في تشجيع الوعي القومي والحضاري والتجاري وانضباط الأسواق وأيضا استقرار الأسعار ودعم شراء المنتج المحلي. ننتقل إلى مشاركة من ناهد عبد الفتاح بتقول في هذا التعليق: الوقوف مع الصناعة المصرية واجب وطني يجب العمل عليه، ولكن المستهلك له متطلبات يجب العمل عليها، ويمكن تنشيط السوق المحلي بكثير من الطرق مثل إتاحة أشكال متنوعة من طرق السداد أو إتاحة منتجات تناسب كل فئات الشعب المصري أو عمل أسواق جملة متنقلة من المصنع للمستهلك أو معارض ثابتة لمجموعة من المنتجات، والمهم أن يتم وضع اسم صنع في مصر. تعليق من عبد الرحمن ومالك محمد بيقول فيه: من المؤكد أن المبادرة عظيمة، ولكن كيف سيتم تنفيذها؟ لابد من وجود عدة أمور لكي يتم الإقبال عليها. كما يرى هذا التعليق أن يكون هناك جودة عالية في الخامات والتشطيب، أن يكون السعر منافس، ألا يقوم المصنع أو التاجر بإضافة هامش ربح عالي. فهو هنا يضرب مثال بالصين، يقول: لقد نجحت الصين في احتلال العالم بمنتجاتها لأنها أرسلت خبراء اقتصاد في كل دول العالم يقومون بدراسة الأسواق واحتياجاتها والأسعار التنافسية التي يقبل عليها أهل هذه البلاد. فنتذكر أنها كانت تصدر لنا العديد من المنتجات بأسعار طبعا تنافسية. إذن مشاهدينا كانت هذه مجموعة من الآراء التي وردت إلينا. بالطبع نشكركم على تواصلكم معنا عبر صفحة البرنامج، وبنعود لاستكمال النقاش مع الخبراء والمتخصصين عبر الهاتف مع ميرفت المليجي. شكرا لك يا آلاء، وطبعا شكرا لكل المشاركات. ويمكن تابعنا في كلمة مشتركة في كل التعليقات وهي الجودة. الجودة دايما المواطن أو المستهلك بيبحث عن الجودة، ولما بيقرر أنه يدفع فلوس زيادة في أي منتج فده لأنه بيبحث عن الجودة، لأنه عايز يدفع فلوسه في سلعة تستحق الفلوس اللي بيدفعها. ويمكن دي دايما المعضلة اللي ما بين المنتج أو الحاجز النفسي اللي بيكون موجود ما بين المنتج المصري وما بين المستهلك المصري. هنناقش هذا الحاجز النفسي وإزاي مصر تقدر توصل لهذه الجودة بأقل الأسعار المعادلة الطبيعية الصعبة في أي عملية تصنيعية مع ضيوفي. هيكون معي عبر الهاتف، هيكون معي الحوار دكتورة رحاب العوضي أستاذ علم النفس السلوكي، وأيضا الأستاذ ناصر حسين صحفي الاقتصادي. وأبدأ بالدكتورة رحاب. دكتورة رحاب تحياتي ليكي. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك. يعني يمكن إحنا في الجزء الأول من الحلقة تحدثنا مع ضيوفي عن دور الدولة في تشجيع الصناعة وتوفير كل التسهيلات للصناع بشكل كبير. هنتكلم بقى عن المستهلك كمان، بيكون ليه دور كبير جدا في عملية تشجيع منتج بلده، ولكن هو معذور. الثقة ما بين المنتج المصري، ما بين المستهلك وما بين المنتج المصري، إمتى ترجع؟
الثقة ترجع بين المنتج المصري والمستهلك المصري فعلا إذا عادت الجودة ليها. يعني إحنا في فترة معينة كانت المنتجات المصرية زي القطن المصري وغير ذلك كله كان رقم واحد في العالم، ولكن مع تغير الثقافات والسلوكيات وغير كده المنتج تراجع بشكل إن الناس مبقاش عليها إقبال إنها تشتري، حتى وإن نشدته بإن ده الوطنية وإن ده دور الوطن، إن ده شيء من الوطنية وإن ده دعم وطنك وإن ده دعم شعبك. ما يعني بعضهم ما بيفرش معايا، بيقول لك والله أنا بشتري سلعة محتاج بيها حاجة معينة في حياتي أو أوصل بحاجة بيها، فأنا مش ههتم قوي. بل بالعكس يعني جنح البعض يقول لك شعارات، أنا عايز الحاجة اللي أدفع فيها الفلوس وتكون جودتها مميزة. فإحنا محتاجين نعمل إعادة تأهيل للعامل المصري، للاقتصاد المصري، للناس اللي بتشتغل لازم يكون عندها إتقان عمل وحب لكلمة شعار، يعني لشعار صنع في مصر. الشعار ده مش عايزة أخده مجرد شعار عاطفي، لا، أنا يبقى شعار عاطفي وبقناعة وبقناعة بالمنتج، يعني عايزين المنتج المصري الجيد ينافس المنتج الأجنبي. طب هل بالفعل هي دي شائعة؟ يعني انتشرت أو انطباع انتشر ما بين المصريين وتوارثته الأجيال إن المنتج المصري يبقى ما فيهوش جودة، وممكن بالفعل يكون المصانع جودت من إنتاجها وحسنت من جودة منتجاتها، ولكن المصري مش مدي فرصة لنفسه إنه يتعرف على هذه الجودة، ولا بالفعل هناك الجودة لسه لم تصل بعد في المنتج المصري إنه يقدر ينافس الأجنبي؟ عايز اقول لحضرتك هما الجزئين، يعني لو حضرتك تفضلتي بيه مشكوره هما الناحيتين. جزء ان فعلا السمعه او المفهوم اللي صار يعني على مدار السنين وصل للمصريين للمنتج المصري غير جيد والاجنبي افضل منه، والجزء الاخر زي ما حضرتك تفضلتي برضه قلتي، ولكن ايه حله؟ يعني انا مهما كانت الاسباب اللي ادت لي ان انا كمصري عزفت عن شراء منتج بلدي، انا لازم اعمل اعاده يعني اعلام واعلان المصري. فعلا في للاسف بعض المنتجات وخاصه الادويه كفائتها في الماده الفعاله لا يعني لا توازي المنتج الاجنبي. معلش انا اسف المقاطعه، بس كل الدكاتره في هذه النقطه تحديدا بيثبتوا العكس، يعني بيقول انها شائعه برضو، انها برضو مجرد انطباع ان الماده الفعاله في الدواء المستورد مختلف عن بالعكس تماما. بعض الادويه، وانا لما بقول حاجه انا بقولها على اساس ان احنا بنصلح مش بنتقد. بعض الادويه الماده الفعاله وفارق السعر رهيب طبعا، يعني مش عايزه اسمي علاجات بعينها طبعا، بس بعض الحالات. وبالتالي انا لازم يعني اعيد حضرتك برضو، لو هو بعض الاطباء بيقولوا ان هي صحيح، لا، اما يبقى في منتج مصري 28 جنيه والمستورد ثمنه 200 جنيه لنفس العلاج، واحاول اخد المصري ما يدينيش نفس الايفكت بتاع الاجنبي، يبقى انا مضطر انا غصب عني اخد الاجنبي، البان الاطفال وغير كده. مش معنى كده ان انا بنتقد من اجل الانتقاد، انا بقول عشان نصلح من انفسنا ونشوف ايه الحل وايه الصح ونعمل اعاده صلح بين المواطن المصري وبين المنتج المصري. وان فعلا ان انا كمان لو نزلت كمان للمنتجات الصغيره للمشروعات الصغيره، ان انا اشغل الناس معايا الاسر اللي هي المتوسطه وتحت المتوسطه، نعم، وعملت لهم نوع من انواع جمع يعني المصانع الصغيره، المصانع اللي في البيوت، حضرتك عارفه ان بعض دي يمكن نوع من انواع تنشيط الصناعه بشكل عام وتشجيع المشروعات الصغيره والمتوسطه، ولكنها مفيده، بس بنستوردها برضه. حضرتك احنا بنستورد حاجات كتيرة جدا، والدول الكبير بتقوم في الاساس اقتصادها على، ودول عظمى على الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كمان. نعم، سهل جدا اعملها في الاحياء البسيطة. نعم، والدولة بتتبنى وخصصت المليارات لهذه المشروعات بالفعل على مدار الفترة السابقة. وحضرتك قلتي نقطة مهمة جدا اختم بها مع حضرتك، هي الصلح ما بين المواطن المصري والمنتج المصري، دي نقطة مهمة جدا. بشكرك شكرا جزيلا الدكتورة رحاب العوضي استاذ علم النفس السلوكي، وهروح للاستاذ ناصر حسين. استاذ ناصر، يعني هنتهي من حيث انتهى، او هبدا مع حضرتك من حيث انتهت الدكتوره رحاب. الصلح ما بين المواطن المصري والمنتج المصري، ازاي نرفع درجه الوعي المصري باهميه تشجيع المنتج المصري، تشجيع كمان المنتج ان هو يطلع منتج عالي الجوده، لان ده هيعود عليه بالنفع في الاخر. خليني اقول لحضرتك ان موضوع تشجيع المنتج المحلي وارتباط المواطن والمستهلك المحلي بالمنتج المحلي،
ده موضوع متشعب ليه سبب علمي واقتصادي وسبب ثقافي وسبب مرتبط بالوعي وحتى بالمدارس الاقتصادية. بمعنى ايه؟ بمعنى ان في دول بتتبع سياسة الحماية والعالم عموما بيتجه دلوقتي لسياسة التحرير. بمعنى ايه؟ ان انا حماية يعني ما بستوردش وبشجع المنتج المحلي واقفل المنافذ الاستيراد بكذا طريقة بحجة الرسوم زي ما بتعمل الولايات المتحدة الأمريكية مع الصين أو بحجج روتينية. هي طبعا الاقتصاديين عارفينها يمكن حوالي 20 حجة ان احنا نبقى مدرسة حمائية. وده كنا ده في العهد الماضي في العهد الاشتراكي عهد الرئيس جمال عبد الناصر كانت حمائية أكتر. لكن دلوقتي العالم منفتح العالم بيتجه للتحرير. نشجع المنتج المحلي ازاي؟ بما زي ما العلم الاقتصادي بيقول في باكج في حزمة. الحزمة دي ايه؟ ان انا بقلل تكلفة المنتج يعني المدخلات والتكلفة الثابتة والتكلفة المتغيرة تبقى قليلة وده بيبقى اسمه انتاج تنافسي. الحاجة الثانية بيبقى فيه الجودة طبعا دي اهم شيء هو الجودة وبيبقى فيه طرق التسويق ودراسة الاسواق وازاي واذواق المستهلكين كل ده موجود. وبدليل ان احنا حتى المستهلك المصري في منتجات هو لا يرضى الا تكون محليه. طب احنا ليه مش قادرين نوصل يعني حضرتك بتقول دي مدرسه اقتصاد ومعايير اقتصاديه معروفه ليه مش قادرين نطبقها في مصر من سنين كتيره؟ طبعا احنا بيخش علينا بقى دلوقتي الاتفاقيات التجاريه ويخش علينا بقى الاسواق الثانيه والمنافسه الاوروبيه اللي هم بيعتبرونا سوق ليهم طبعا. احنا عايزين نشجع المنتج المحلي طبعا بالاعلام ده بالثقافه بالناحيه الوطنيه بالجوده طبعا لان انا بفضل اللحم البلدي عن اللحم المستورد الدجاج البلدي عن الدجاج المستورد يبقى انا لازم اشجع المنتج المحلي ان هو منافس الجوده منافس السعر تمام. فده شيء مطلوب جدا يعني. الحاجه الثانيه ان لازم يبقى في دراسه للاسواق وازاي ان احنا نخلي المواطن ايه الذوق اللي هو بيفضله ايه الشكل اللي هو بيفضله نسهل على المصانع الانتاج والمصانع المغلقه. ودلوقتي في مبادره ان احنا نحي ونحل مشاكل المصانع المغلقه المتعثره الحاجه الثانيه ان نقلل التكلفه من قيود فرش عليه جمارك وضرائب باهظه ورسوم وروتين عشان واحد يعمل مصنع. وطبعا بس احنا مصر عندها ازمه في المدخلات ان بتستورد نسبه كبيره من مدخلاتها في الصناعه يعني لو هي في الاخر بتنتج المنتج في نهايته في شكله النهائي ولكن المدخلات نفسها المكنه بعض من المواد بتدخل في التصنيع بنستوردها من الخارج فده بيعلي تكلفه المنتج في الاخر اللي بيوصل تمام. فاحنا المفروض بقى طب نحل النقطه دي ما ادينا حطينا ايدنا عليها ان احنا نوفر له المدخلات محليا. ليه انا ما صنعش اشجع صناعه الالات اللي هي داخله في الصناعه ليه ما وفرش الخام بدل ما انا بجيبه من بره. انا اكتر حاجه بتحزنني لما بمر على مزارع العلف وعملت تحقيق صحفي كده الاقي كل الاعلاف بتستورد من الخارج الذره والذره الرفيعه والاقماح مع ان احنا اللي مشهورين بده مصر فيها كل حاجه بس احنا بيبقى في جوده في المنتج نفسه يبقى في تشجيع ما بقاش في قيود على المنتج نشجع يبقى في إذن هي استراتيجيه كامله وحلقات متصله مع بعضها بشكل كبير جدا وكله لازم يعمل مع بعضه ما يبقاش في جزء منعزل. بشكرك شكرا جزيلا استاذ شكرا جزيلا ناصر حسين الصحفي الاقتصادي شكرا جزيلا لحضرتك. يعني ده كان يمكن استعراض لهذه المبادره حاولنا نعرف مع حضراتكم اهم ابعادها وملامحها وبالطبع زي ما اتكلمنا على مدار الحلقه نوصل في النهايه ان الدوله هتعمل من جانبها على تحسين جوده المنتج المحلي ولكن احنا كمان لازم يكون ندي فرصه لنفسنا ان احنا نتعرف عليه بشكل اكتر ونثق شويه في منتجنا المحلي اللي في الاخر هذا القرار لو خدناه هيعود علينا بشكل او باخر ممكن نضحي شويه في موضوع الجوده ولكن في النهايه هنقوم بلدنا ونقوم اقتصاد البلد بشكل كبير. قبل ما اختم مع حضراتكم اسمحوا لي اذكركم بسؤال حلقه الغد من همزه وصف وهو كيف ترى اهميه التنسيق والتعاون بين وزراء الصحه العرب لمواجهه فيروس كورونا؟ هننتظر بالطبع مشاركات حضراتكم معنا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفه للبرنامج. بشكر حضراتكم مشاهدينا لحسن متابعه حلقه اليوم والى اللقاء.